هكذا لا يرى الخطأ. فهذه أول جريمة نعملها. إذا الإبداع موجود عند الجميع لكننا نقتله. الابتكار هو مرحلة مواجهة الواقع. لذا عندما نقول بكثرة الجامعات أحيانا يفشلون في عمل سمول بزنس أو لارج بزنس جيد، لأنه قد يكون ممتعا لكنه لم يحولوا الابتكار، ليس لديه الروح الريادية. السبيريت هذا النفس الريادي غير موجود. وأجمل كلمة سمعتها مع وزير كان عندنا لقاء مع عدد من الوزراء عن الاستثمار في التعليم في المملكة، مؤتمر كبير ضخم جدا. أحد كبار المستثمرين كان دكتور كان أكاديمي سابق، قال للوزير أحد مشاكلكم ما تميزون من يستثمر. الأكاديمي الجيد لا يصلح مستثمر، والمستثمر البحث لا يصلح مستثمر في مجال التعليم، لأن كلاهما على طرفي نقيض في العملية. الأكاديمي يعتقد الدنيا كلها حلوة وكلها مثالية، ويريد من التعليم أن يكون مثالي من الطراز الأول وليس القضية الاستثمارية، لذا لا يصلح مستثمر تعليمي جيد. والعكس بالنسبة للمستثمر، ينسى القيم التعليمية وينسى الجودة ويحاول أن يعزز الدخل. لذا كلاهما على طرفي نقيض. يقول الذي ينشئ مؤسسة تعليمية جيدة هو من مسك الخط من الوسط، هو ذو حس تربوي عالي لكن لديه مفاهيم استثمارية صح لا يتنازل عنها مقابل المثاليات. لا يتحقق الابتكار بحق إذا لم يقدر الإبداع ويدعم. الشركة اللي فيها إبداع ما قدر ما تحول الابتكار، والعكس صحيح. لا قيمة للإبداع في العمل التجاري إذا لم يسنده مسار تطبيق يمشي. وشعرنا فيها في شركة وادي الضرر وهي من سألت لها بعد قليل، عندما أعدنا صياغة المسار المعزز لبرامج الاختراع في الجامعة. شركة وادي الظهر باختصار ليست مادة دعائية، هي عبارة عن قصة تحول حقيقي لننقل تاريخ الجامعة 30 سنة معدل براءات الاختراع من 3 إلى 4 براءات اختراع، ويمكن غير قابلة للتطبيق، إلى براءات اختراع لم تنزل عن 90 كل سنة للأربع سنوات الماضية. أصبحنا رقم 15 بين الجامعات العالمية التي تقدم اختراعات مسجلة في سجل البراءة الاختراع الأمريكي ذات القيمة القابلة للتطبيق. ولو كان 15 من هالكم من الجامعات الفخمة. إذا هنا العلاقة بين الأمثال. الإبداع لا يعدو كونه ربط الأشياء، يقول ستيفن جوبز صاحب أبل، لا يعدو كونه ربط الأشياء ببعض. المبدعون يشعرون بالحرج عندما تسألهم كيف أبدعوا، يشعرون أنهم لم يقدموا بشيء، لأنهم ما قدموا شيء زين، هو ربط قدام أو طلع شيء. هذه انطلاقة الإبداع. زين، استمدوا من خبرتهم ما ألفوا به شيئا مستجدا. هكذا يبدأ الإبداع. لكن إذا كان نمط العمل هذا بهذا الشكل دون مسار إنتاج حقيقي ما سوينا شيء. يجب أن يقيد له مسار إنتاج عشان يحقق النتيجة ذات القيمة. الابتكار هو تطبيق المعرفة ويتكون من الإلهام والعمل الجاد. لذا أعجبتني كلمة الاقتصاد الملهم، كلمة جميلة لما سمعتها من الدكتور قبل قليل. إذا أنت عشان تحقق ابتكار تحتاج إلهام وعمل جاد. ولعلي أجمل ما رأيت أن الأشياء المميزة أحيانا لا تحتاج للخيال والمنطق وهما متعارضان. الخيال والمنطق متعارضان، لكن تحتاج للخيال وتحتاج للمنطق عشان تمشي بنتيجة حقيقية. الآن بالنسبة للإلهام، لو سألنا أسئلة بسيطة في العمل هذا، ما نسبة الإلهام للعمل الجاد وكيف يتم ذلك؟ دعونا نعرف ما هو الإلهام والعمل الجاد في الحالة هذه. الإلهام أن تختار دور القدرات وتبتعد عن طريقها. عندما اخترنا احنا فريق يصنع السيستم حق براءات الاختراع، قالوا لنا نسوي اللي تبون، ادخلوا افضل مكان، تعلموا افضل مكان، اعطونا القرارات واحنا نعلم. اخترنا ناس صح. لذا هذا الالهام تلهمهم، تبعد عن طريقهم، تعطيهم الخط، تخلي هو يخرج مع عينيه. العمل الجاد بالمقابل لن تعرف للناس الادوات ومسارات العمل المطلوبه. لذا كان عندك بترول على سبيل المثال
لم يعلم يقينا بعد بيان الملكي اجازه يومين، اجازه ثلاثه ايام. يطلع المسجل بايميل لكل طالب يومي الاحد والاثنين التي تم اعطائها اجازه ستعوض ايام السبت القادم والسبت الذي بعده. ما في يوم يضيع في الجامعه، لان الاستاذ عمل خططه على ساعات معينه بغرض مو عمل، مين وناسه، هي شغل مبرمج. اذا الدكتور مسوي شغله صح ما تجيني الاجازه تخرب شغله، لكن ما تقدر تقول الاجازه الملكيه لا، ياخذ الاجازه احد واثنين الرده يوم السبت اللي عنده والسبت اللي وراه، لان الطالب ما يفرح فيها في جامعه البترول. بل التعليمات تاتي من مدير الجامعه لرؤساء الاقسام يقول اتمنى ان ارى طلاب عندهم جريد نسميها دي ان دينايل. الدي ان هو الطالب عندما يقيم ضعف عدد الساعات، الكالكولس، الثيرموداينامكس، الايكونومكس، اكفاء الساعات، اذا خاف الطالب يحصل السادسة يعتبر اخذ الاف وليس اف، لو قلت اف معناته اكاديميا هو غير جيد، يعطى دي ان، يعني هو قد يكون اكاديميا جيد 100% من الاختبارات لكنه غير منضبط. إذا هارون سليم جعلت من طالب البترول منضبط ماسك الخط غصبا عنه ما يقدر يطلع منه، هذا الانضباط هذا ما نريده عندما نحط أهداف واضحة زين وقيم زين وقيم تحقق التطور العملي في المرحلة. أهداف واضحة، أدوات، كل هذه تعطيك العمل الجاد. من هنا دعونا أمر في تجربتنا في الابتكار في عمل ريادي. هذا الصورة اللي ترونها بصورة حقيقية عمرها صورة في منطقة الظهر جنبه عمرها ما يقرب من 65 عام. هذه من الخمسينات، ما بين أواخر الأربعينات وأول الخمسينات. هذا المسجد إلى الآن قائم. سأحول الصور تدريجيا حتى ترون الصورة كيف أصبحت تاريخية. هذا المسجد ما زال موجود، المسجد هذا هو الذي موجود قبل مدخل شركة أرامكو، أكبر شركة زيت في العالم. ما زال موجود. هكذا كانت الأرض، تحولت هذه العشش والخيام إلى سعودي كان. في الستينات والسبعينات لما درست ذاك الأيام طلابنا كنا نسكن في سكن عمال جامعة شركة أرامكو، هذا الحل الوحيد لعمل سكن للطلاب. هذه الصورة تحولت، هذا المسجد عنقر، نفس الصورة المسجد عنقر، هذا موقع الصورة كما نرى، انظر إلى الخريطة التي تحيط به الآن، نراها بصورة جوية، سأقترب به قليلا، لكن هذا موقع المسجد، انظر إلى اللاند سكيبنج اللي حوله اللي ترونه على أقصى اليسار تحت، هذا مجمع سكن أرامكو وعلى اليمين جامعة البترول. للانتقال هذا موقع المسجد الآن، هذا أكاديمي كرينج جنبه، الأكاديمي بيلت، هنا جون هوبكنز هوسبيتال الآن موجود. هذا التحول، هذا التحول لم يكن عبثا ولم يكن بالصدفة. هذا الكلام اللي نتكلم عنه عشان بس نعرف الموقع، هذا هو موقع المسجد اللي نتكلم عنه داخل هذا اللاندسكيب الضخم في 60 عام. عزز هذا قبل 10 سنوات بشيء اخر هنا. ما هو هذا؟ وادي الظهران التقليدي. عندما وجدنا بعد السبعينات عندما ذكرت قبل قليل ان افضل كتاب معياري يدرس في الجامعه الامريكيه تجد مؤلفه موجود في الكامبس عندي، وجدنا انه نحن اصغر جامعه في المملكه. وزاره الماليه ما تتفاهم. عندك 1000 طالب تاخذ اكثر الريال من المدرسه. انت اقول جامعات اخرى عندها ادب، عربي، لغه، دين. تجيب واحد رخيص من دولة وتاخذ قروش تجيبها الفيزيكس، الكيمستري، الانجنيرنج. انا ما عندي الا العظم، ما عندي فات. فما اقدر اجيب زي ما يجيبون. والحل تبنينا فكرة أندية الكورة، إذا فريق البحرين ما يقدر يجيب مدرب عالمي شو يسوي؟ إذا ما عنده فلوس
يجيبوا لاعب افريقي جيد خلونا يلعب مع الفريق. هذا الحل، مو معقول انك تطلع احسن منه. فقلنا الحل جيب لاعبين دوليين يلعبون عندك برضك. من اللاعبين الدوليين؟ هذا برتن، سلبرجيت، يوكوغاوا، نتكلم على رقم واحد ولا اثنين في العالم. فقلنا لارامكو من اللي ياخذون منك على 500 مليون وفوق؟ عقول نبي نقصهم واحد واحد. فجبنا سلبرجيت اكبر شركه ابحاث تنظيم عن النفط في العالم، اعطيناها مختبر كبر القاعده وقلنا بلاش نبي 3 سنين تجربين. اذا بغيت تحلين معادله رياضيه في استخراج النفط من المكمن حق الزيت، ايش حد يجيبن فيها زملاء ناس من برا؟ اكو بروفيسور معك موجود وبلاش، سوي اللي تبين انت وياه، سوي اللي تبين. بدات وجدت، يقول لي انا الشيرمان حق شلمبرجين، يقول في اول سنتين عمل خرجنا ب 12 براءة اختراع جديدة، وجدنا عرض خصبة وعقول جيدة، وهكذا طوالت العملية. هنا تحول هذا المكان إلى هذا المثلث اللي تشوفونه ذا، إلى وادي الظهران. وادي الظهران كما ترون في الشاشة، يوكوغاوا أكبر شركة كنترول سيستمز، وبالمناسبة بالنسبة للبنات ستصعق لو دخلت يوكوغاوا. يوكوغاوا يتم فيها برمجة أغلب الريفاينريز حقت المملكة، عبارة عن بوكسز تقل ثلاجة كبيرة مرتين فيها كل الكنترول سيستم بروجرام، تؤخذ بلاك اند بلاي من اللي زينه. أنا دخلت القاعة الكبرى هذه تقريبا ثلاث أرباعها 80 شابة سعودية وبعديهم متغطين زين، 60% منهم انجينيرز متعدين البكالوريوس والماجستير، الباقي داتا انتري بروفيشنال داتا انتري حق السيستمز هذه. لهم شغل منخفض، ما منعهم ينجزون العمل اللي يدير اكبر شركه نفط في العالم. في يوكوغاوا يتم برمجه هذا، فيها ما يقرب من 80 فتاه. اميرسون، شنايدر، روزن، ساينوفيك، هاليبرتون، جي اي، فيولا، ارجاز، هاني وول، ديكر هيوز، شلمبرجيه. هؤلاء تواجدوا. شرط بقاء اي شركه هو ان تثبت خلال كل 3 شهور انها تفاعلت مع الطلاب والدكتوراه او الاساتذه في انجاز امر ما من الابحاث. طلبنا شركتين، واحده اسمها صغيره جيت فول والثانيه ايكر جفرنر. ايكر جفرنر كلها البيابات اللي تشوفونه الصور اللي فيهم بيبات معوجه مال الريفاينري هم يصممون. واحده من اكبر شركات تصميم في العالم. لانهم استعملوا مكتب اوفيس لانجاز عملهم. فقلنا مو ذي شغلتنا. شغلتنا بناء تكنولوجيا. ايجاد تقنيه تولد في البلد. وهكذا دولين. هذه التجربه طبعا برجع للاقوال. هذه خلقت لنا جيل مختلف. اصبح طالب كليه الاداره الصناعيه اللي ما عنده باك جراوند انجيري اليوم عندي في الحاضنه يركض لدكتور في الماتيريال نطلع براءة اختراع في اكستراكتنج يمص من الكفرات اللي قاعدين نربيهم ويسوون لنا بلاوي اكستراكتنج الربر منه وإضافة لبعض المواد ايبوكسيز وتحوله إلى مادة مضادة للصدى. الولد أخذ كمستنس بروجكت يبي يشتغل فيها على بينتنج البايب لاين حق أرامكو. الان يبدا يصير تفكير البزنس. ارامكو عشان تقبل منك تجيب لها ماده البنتين تطلب منك 40 تيست. وال 40 تيست واحد منهم تدفن بيت تحت الارض لمده 18 شهر تثبت ان الكروج اندلنت ما تاثر بالصدى. اشتغل على هالشغل لكن من صار الثاني عشان البزنس يقدر يتنفس قلنا له تحارب مع مصنع يسوي سبع ابواب حديد مضاد للصدى فياخذ الارشاد السليم بالتعاون مع رجال الاعمال وقس عليها. هذا هو الطرح الذي يقدم داخل ظهران تكنوفاري. قبل ان نغلق الجلسه بس للحوار كمحاوله لكيف يحول براءة اختراع، اريد ان اطرح طرح ثاني شخصي. قبل عده سنوات واحد من عيالنا
غير مجموعة الزاب، خلينا احنا الاستعقال الزاب. جت فكرة يقول الأم بيذبحها ولدها ويقول إما الله يخليك بس واحد جيم، واحد جيم بل عبد الله نعم، بس واحد جيم الله يخليك، واحد جيم. أنا أبغى الولد يقول إما واحد هو مر، واحد واجب أحله. أبغى الولد يقول لأمه إما ممكن أحل واحد واجب. كيف تغير عقلية المجتمع إنه يقول واحد هو مر أحله بدل ما يقول واحد جيم بل عبد. طب دائما نخطط معه الديزاين حقه هو كمبيوتر انجينير، اشتغل مراكم سنتين وقرر يترك اراكم. فكانت الفكره انه يريد ان يخرج مناهج اولى ثاني ثالث ابتدائي رابع ابتدائي على شكل جيمز توتال جيم كل المناهج. الولد يلعب الجيم والافتر اديوكيشن. فجاء الكلام هل اتحارب مع وزاره التربيه والتعليم؟ لا 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 والدي اللي فوق شوف يحبون الكشف. بيجيك واحد متنفذ او تاجر وياخذ الشغله عشان يدعي انه سوى مشروع يدخل كم مليون ولا يسوى المشروع ويروح. مو مشكلتنا انه ياخذ الفلوس حلال عليه، لكن مشكلتنا تحكم حرق الفكره في البلد عند المسؤولين. لا لا تلعب اشتغل فيها بهدوء وقدر ما هي الادوات المفعله للفكره. فكانت الادوات انت محتاج عشان يطلع الجيم على مستوى الوطن سيرفر عالي الجوده يقدر يخدم، هذا رقم واحد. رقم اثنين انت محتاج الهاي جرافيكس، جرافيكس عالي في اللعبه عشان تحقق الثنتين. فكر بجيم حقيقي يحبونه الناس ويشتغلون عليه كثير. فكر بالجنجبه ورق اللعبه وقال سوى لعبة بلوت في الكمبيوتر. ولد اللي من جدة ويبغى يلعب مع اخوانه اللي في جدة ولا ربعه يدخل على السيرفر سوى دير وواحد هنا ويلعبون. تبدأ الجيمز. It was a very hard سماه كملنا، كملنا لأن عدد اللي يلعبون أربعة دائما يدورون رابع، اثنين موجودين، ثلاثة موجودين، تعال كملنا. فسمى الجيم كملنا. كملنا أصبح very famous game. فكانت اللعبة كل الهدف الجيم. الهدف إنك تبني الانفراستراكشر زي ما سوينا في وادي الظهر عندما جبنا الشركات لتعزيز المنطلق اللي احنا نبيه. مش الجيم من أول ما يكون سيرفر واحد ما خدمه، اثنين سيرفرات، ثلاثة. أصبح عنده القدرات اللازمة للعمل. فجأة دخل للخط لاعب آخر